حدة، هي الحارة من هدة، في مين بيحمي الدار بالحق يصون حدة. شو أبو العز شايفك قاعد وصافي من أول ما جينا على المغارة؟ تعرف لك صبحي حاسس حالي إني أنا سبب موت الأبو يوسف. استغفر ربك يا زلمة، هي إرادة رب العالم. لا مو بس هيك، كمان انكشفت القرنة اللي عم نفوت ونطلع منها على الحارة. بسيطة إلا ما تتدبر. يلا خلينا نروح على الغوطة، الشباب يكونوا ناطريننا. يلا. لوك 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 على هالحكي، الله يصلحك يا أبي ياسر. خير؟ لك شو خير؟ مسكر الطاحون ومتيسر، شلون هلا بدنا نعطيك كيس شعير شلون؟ شو قالوا على أبي ياسر بكيس الشعير؟ لك شلون شو قالوا على لك نمس؟ تركناه عنده لما رحتوا. إيه؟ هلا قفل الطاحون وتيسر. إيه؟ شو إيه؟ إيه؟ كيس شعير جوا، والطاحون إيه؟ مسكرة وأبي ياسر مو هون. شو هالحكي؟ والمفتاح مع أبي ياسر، وأبي ياسر عند الحداد، والحداد بده أبو دراج. شو بنا؟ إن شاء الله ألف مبروك أبو ضاي. ألف مبروك يا بي، وهي صارت حجة البيت معك ومختومة من الكاتب بالعدل. الله يبارك فيك يا أبو دراج. شو نمس؟ مالك رايح؟ لا مالي رايح، في موضوع بيني وبين أبو دراج بدنا نحكي فيه. تيسر نمس، تيسر، عم نقلك أبي ياسر مسكر الطاحون. خلصنا نمس، بعدين بتاخذ الشعيرات. يلا امشي معي خلينا نعمل له تنظيفه لهالبيت، بعدين بدك تنزل معي على السوق مشان تساعدني بالاغراض شوي. يلا يا ابي يلا، روح مع عمك ابسط وشوف شو بده امن له. تعال عندي بكره. بكره؟ ايه بكره نمس، عم بقول لك بكره. شو راح بيهرب كيس شعير؟ ايه شو علي؟ بكره بكره، بس يا ريت اجي بكره وما الاقي لابو ياسر، عشان امصع له هالرقبه. شرفها بسطور. خاطرك ابو دراع. ميسره يا ابي، الله معه لبضايات. لك نمس، شو قصته كيس الشعير؟ طريق مربي دابه وعم تطعميه وانا ما بعرف. انو كيس الشعير؟ شرفها بسطوه. روح. لك على مين بدك تنصب لك نماس؟ علي انا ابو دراع على سنور ما. قال بده يقاسمني على حق بيتي. لك صحيح مسطول.
يا قسما عظما اذا بده يخفق لهون بيوجع لي راسي بقصه المصاري. لبلبص له عيونه بلبصه. يا سير هي شوية معقود بمشمش بالزور دبرت لها اياهم. يسلموا هديات. شلون صارت؟ ما بعرف، من امبارح حافف على بالي اكل الحلو، والله لا يوفقهم، اخذوا من عندي كل شيء وما ضل عندي شيء. معناتها بدي اجيب صبي بجاه النبي. من حق ام زكي؟ نحن بنقول ان شاء الله. الله يسمع مني. فوتوا نطمن عليها. يلا ام يلا تفضلوا تفضلوا. ها دخيله لأبيض دخيله، بدنا الليلة نغني له، واللي ما بيحب سعاد يبعد عنا وندعي له. خالو خليني أحمله. لا خالو بتوقعه. والله ما بوقعه. طب خالو خليني أنا. ايه طيب بس على مهلك. ها شوي شوي. بسم الله. سمي سمي. روحوا خالو روحوا. شبك هيك طالعة مثل الدجاجة المذبوحة؟ بدهم يلعبوها صغيرة. ليك هلا بالقوة بدي اهم سؤال. تفضل تفضل. يسلم لي الوش ما احلاه. شو بها حضرتك؟ ليش هيك مبوزمي؟ شو قالي لي انه تردع بنتها وما تشبع منها؟ شو هالحكي؟ يا لطيف. ايه وام زكي وعدتها انه تلاقي لها مرضعة بالحارة، ايه بس ما لقيت ابنه. شو يعني؟ بدنا نترك صغيرة هيك تموت من الجوع؟ لو عنا شوية حليب كنت عملت لها رز بحليب. حليب؟ لك نحن يا هدى هون عايشين بحبس كبير، الله يفرجي علينا. الله لا يوفقهم، هلكونا، ما عاد فينا حيل نوقف على رجلينا. ايه والله الله لا يوفقهم. ابن عمي بيلتقى عسل عند شي حدا بالحارة؟ بسألها لو انك حبلانة يا هدى وجبتي لنا ولد كنت رضعتيها لسعاد صغيرة. شو بدنا نعمل ابن عمي؟ يعني هي إرادة رب العالمين؟ ونعم بالله. يا ترى يا معتز وصلت بالسلامة ولا لا؟ مرت خالو مرت خالو. نعم حبيبي. جوعان. وشو بدي طعمي؟ ما بعرف. تعال شوف شو بدي أعمل. تعال. قلت لك بدك ترتاحي كم يوم بفرشتك يا حبيبتي. كتر خيرها مرت عمي. والله ما عم تتركني أشتغل شي بالبيت. أم إبراهيم طاير عقلة بحبل دلال. لك هل لك هل. وهذا الشيء اللي نساه ابن إبراهيم يا حصرتي. قدانا ما بينتسى يا أم زكي. الله لا يجربنا يا حق. آمين يا رب العالمين. لا ومتأملة إنه تجيب له الصبي. إن شاء الله إن شاء الله بتجيب له صبي بجاه النبي. إن شاء الله. والله بتردي له الروح لأم إبراهيم إذا بتجيبي له صبي. الله يسمع منك يا خالتي. أي يا عمو طمنيني شو الأخبار؟ أخوك معتز إجا لعندي وزارني. شو هالحكي يا مو؟ ألف الحمد لله. إمتى؟ يا ميت أهلين وسهلين. شرفتوا. شو أبطا اختمنت العجينة؟ كون اختمنت علي. يلا شغل الفرن لشوف شغله. على مهلك أبو بدر على مهلك. طول بالك روي. أيوة أيوة طيب. دبرت لك قريب النص شوال شعير. حلو. وممدوح عم بيقول انه قدر يدمر درع بيضة بيمشي حاله. درع بيضة طبعا بيمشي حاله. روح جيبهم بسرعة. لعينيك خلاص. يلا عطاها. عيوني معلم. تعا خد الكيس لجوة. تعا يلا يا رب. قول الله حميل لشوف. الله يجيب بسم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلين شيخنا. طمني يا ابو بشير امنتوا عجنة اليوم؟ والله يا شيخي امننا نص عجنة. وأهل الحارة شي بعد درة وشي بعد شعير وإن شاء الله من أمن حنطة. إن شاء الله بتتيسر يا أبو بشير إن شاء الله. بدك صراحة يا شيخي إذا قدرنا نأمن عجنة اليوم ما رح نقدر نأمن عجنة بكرة. بدبرها المولى أبو بشير رب العالمين ما بينسى عباده. أبو محمود عمي أبو محمود شو قاعد عم تساوي هون؟ عم نستنى ابو سمير الحمصاني ليفتح. بس كان ابو سمير الحمصاني مو هون. بعدين شبك نسيان عمي ابو محمود انه ابو سمير الحمصاني اعطاك عمره من زمان؟ شو لساتك عايش بهذيك الايام؟ هلا ابو سمير مات شو عم تسلب علي ولد؟ ولد؟ اكيد نسيان اسمي كمان. لا من نسيان، مو انت ابو بدر؟ هلا متذكر اسمي ابو بدر ونسيان انه ابو سمير الحمصاني مات. ولك ماني نسيان انه ابو سمير الحمصاني مات. ومدري ليش اليوم الصبح تذكرته وتذكرت فوداته وتذكرت حمصاته وخص نص التسيق بسمنة تبعه. اي والله الله يرحمك يا ابو سمير الحمصاني.
لسه الفاسة تبعه. الله يسامحك يا محمود، نسيتي مشان شو جاي. قربت عمي، بقول لك ابي، خبر الشيخ عبد العليم ان الشباب يفتحوا سرداب من بيت ابو الخير. من بيت ابو الخير الميداني؟ ايه عمو. ايه، رح يمرق من تحت بيت ابن عمه ابو طالب، وقت يوصل لحارة الضبع رح يطلع من حوش بيت ال11. طيب طيب، رح خبرون. انت وياها؟ الله يخليك يا اختي، خلينا نفوت. الله يخليك. بعدين انت وياها بشوف. يا الله، ليش ما بيخلونا نشوفهم هنا عم يحملوا لقيحاتهم؟ يمكن لانه بالزلط. امشي امشي تزيلي المرجوحه. ريتو نعيما، ان شاء الله ريتو نعيما. طولي بالك يا مو، قلبي قايل لي انه رح تنفرج عليكي مثل ما لي شايفتك انت. معلش. الله يسمع منك يا مو، بس انا ما عاد بدي شيء غير الله يرجع لي ابن عمي بالسلامه. مون كوميندون مأمون بيك معه مكتوب بده يوصله لجناب المفوض. الحقيقه يا مأمون بيك، نحن متفاجئين انك من حارة الضبع. وليش متفاجئين؟ انا بفتخر اني بنتمي لهالحارة العظيمة، واللي صاير بالحارة مجرد سوء تفاهم لا اكثر ولا اقل. سوء تفاهم شو يا مأمون بيك؟ الله يطولنا بعمرك، رجال حارة الضبع عملوا مذبحة واخذوا معهم اسرى، وانا ذات نفسي لولا حلم الله كنت رحت فيها. على كل حال بشوف المفوض السامي رح يحكي بموضوع الحارة، لا تهتم. يعني بلا منقودية مأمون بيك رح تحكي مع السلطات العليا مشان حارة الضبع؟ ولو يا ابو جودات، هدول ولاد حارتي ورح اعمل كل اللي بقدر عليه. مسيو مأمون، نحن ما عرفنا سبب زيارتك على دمشق بعد هالمدة الطويلة. الحنية، الحنية يا جناب الكومندان. ابن الشام بلف الدنيا كلها، بس الا ما يجي يوم ويرجع للشام. الله أعلم الزلمة في شي ورا، شو هو ما بعرف. شوف شو في عندي من شو عندي سكر جيبهم، واذا لقيت مطربان المعقول كمان بدي اجيبه معي. يسلموا ايديك. تقبريني امزك، بلاقي عندك لوح صابون؟ لك هان تقبريني، انا يلي عندي مخبيته بين الاواعي، هلا طالع لك اياه وبجيبه معي. يلا سلام عليكم. الله معك، مع السلامه. يا مو خلينا نروح نزور اختي جميله. لا يا مو، لا مو هلا، بعدين بنجي بنزورها. امشي امشي. دخلك ابو بشير، شفته شيء للشيخ عبد العليم؟ كان عندي وراح الحمام لعند ابو قاسم، في شيء ابو ممدوح؟ ان شاء الله خير، معي خبر كثير منيح من اخي ابو تيسير. شو هالخبر ابو ممدوح؟ خبرني. بدهم يفتحوا سرداب تحت الارض. بري عليهم، والله هالابو النار كبير بعيني يا جماعه، صدق المثل اللي بيقول الحجر اللي ما بيعجبك بفجاك. وهي ابو النار طول عمره معادينا وما بنعرف ليش، بس عند المحق طلع زلمه اشهد بالله.
وإنما تعرف الشجرة من ثمرها، وأبو النار معدن وصيل يا أبو قاسم. بس هو نيراني شوي، واللي سماه أبو النار ما كذب. ما زال هيك الشباب عم يشتغلوا، أنا خطرت ببالي فكرة شيخي. والخالي؟ ليش نحن ما نتعاون معهم ونبلش حفر من عنا؟ وهيك منخفف عنهم تعب ووقت، ولا شو رأيك شيخي؟ إيه بس بالأول بده يعرف لنا أبو ممدوح الاتجاه اللي عم يحفروا فيه بالضبط حتى تلتقوا معهم. وأنت قلت شيخي، أنا رايح على البيت وخلي أخي يعرف لي كل شي من هون ويخبرون إنه نحنا رح نحفر من عنا. إذا شربتك مي بتخبرينا بكل شي؟ صلي على النبي. مين هدول اللي هربوا من هون؟ العسكر الفرنساوي يا ابو بشير. العسكر الفرنساوي كانوا عندك بالبيت؟ كانوا رابطيني بالحمله وبدهم يعني يحكي كل شيء عن رجال الحاره اذا هربوا من هون ولا لا. بس صرخت ابو هربوا. الله يكسر خاطرهم يا حقي. لاي بعدوا هيك يا جماعة أسرع لك وليك حارة. شرفوا شو صاير عم يا بشير؟ خير أختي مسكي. خير أبو بشير. آه يا خيتي آه، شو بدي أحكي لا أحكي. لو ما أجي أبو بشير ورجال الحارة وفكوني مدري شو كان صار فيني. الله يصلحك على هالعملة يا أم زكي. يعني مدام صار عندك حنفية مي، ليش هالبير ما تسكريه وتخلصي منه؟ بالله شو؟ لو كنت مسكرته منين كنتوا بكون تاكلوا بعد ما حاصروا الحارة وضيقوا عليها؟ يا أم زكي، في ريال خانوم عم تحكي درار. يعني هذا البير مو خطر عليكي بس انتي لحالك، خطر على الحارة كلها. صار يصطفلوا، انا تركت البيت لأهل الحارة يعملوا في اللي بالدنيا. لطفية الله يرضى عليكي قومي جيبي لي طاسة الرحبة، قلبي لهلأ لسه باضوع من وقتها. على راسي خالة امزكي. دي امزكي بس ليكون انقطع نسلك. ايه خلاصي بليكي بحمى شوف هاي أورايقة. قومي من جنبي، قومي قومي تضربي بهالوجه. شد عصام سير. بدي شوف اخرته معهم ولولاد الكلب. الله يقويكم. شلون عم يا بشير؟ بري عليك عصام، هيك ما عاد حدا يقدر يطلع من البير. وهيك اطمنا انه ما يقدرونا يفوتوا على الحارة مرة تانية. بس لازم ننبه اهل الحارة يديروا بالهم على بيانو مشان ما حدا يفوت منا. مظبوط عصام. يا ويلك مني يا ابو دراع، اشي حبيب تلعب معي وما تعطيني المصاري. لك ايه والله والله لعدمك عافيتك. فرجيك من هو النمس. أخي الأرض هون مو عاجبني بنو. إيش بيروح وبيجي بيرجع لي على الأرض اللي هون؟ شو أنا أبو سطور ما حكيت لك حكايتها؟ الشجرة الكبيرة وأهل أبو دراع اللي قطعوها شو أنا؟ هلا أخي شو بدك نعمل؟ شو رأيك ننزل على السوق نشتري لنا فرشة والحاف وكامة الراحة وكام مخدة وشوية كراسي؟ إيش علي؟ إيش منه لازمك كمان أغراض مطبخها؟ كم بريء وكم طنجرة وبابور ولا شي منه؟ إيه بنشتريهم كلهم. شو ابساطو؟ شايفك جاي من بيروت تلال، من هلا؟ الله يجيرني من عيونك، نعم شو واطي؟ لك حاسدني على القرشين اللي طلعت فيهم اخر عمري؟ لا اخي لاني حاسدك ولا شيء، الله يرزقك، بس عم اقول لحالي، ايش كانه في بيروت قرشين نضاف؟ يا ولد رح شيل حالي لهونيك وبخبق وناموس، حاج بخب هالبلا. ومين قال لك اني كنت عم بخبق وناموس هنيك؟ لك كنت خواجل على التالي كلهم. لك شو جابك من هنيك يا خواجل على التالي كله؟ حيوني مشان اشوف خلقتك. لا ما شوفت العيل حاني ولا
شو؟ ما في حدا. غريبة. وينه هذا بالله؟ لا عم يفتح الدكانة ومفتحها ما عم يقعد فيها. ما بيقعد فيها؟ ايه ما عم بيقعد فيها. اخي صار له فترة هديان وركزان، وكل همه انه يساعد اهل حارة الضبع، هو وابو الحكم هذا المختار ابو صياح. ايه شو عليه؟ ضروري يساعدهم. بعدين العقيد ابو النار طول عمره قبضاي ومعدل وعين الله عليه. شو هالحكي؟ وليش عم دافع عنه؟ والله اللي بيسمعك بيقول مجوزك خالته وما بدك تعطي عليه. عيب ولا عيب؟ الرجال الاصلي ما بيعطي على صاحبه بنوب. بدك فت خبز كتير لتعرف الرجال على حقيقتها. درمل درمل ولا على راسي بتموت على رقبي. فادي عمرك سيدي، هاي بتسكعوها بالاسلاك الشائكه وبدي حغاسي 24 ساعة على 24 ساعة. أصدي مفهوم سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جناب مأمون بيك يا أبو صياح بيكون ابن أخوه للزعيم أبو صالح زعيم حارة الضبع الله يرحمه. شو هالحكي؟ أهلا وسهلا بالسيد مأمون. أهلا وسهلا. أهلا أهلا بالمختار. جناب مأمون بيك يا أبو صياح كان متغرب برات البلد، فأنا دقيت على صدري وقلت له راح أعرفك على كل وجهاء وزعماء الحارات كلها، وبالمقابل هن بيتعرفوا عليك. بارك الله فيك يا أبو جودات. رحمة الله على أبو صالح كان محبوب من أهل الشام كلها، كان لما يدخل صلحة ما حدا رد له طلب. تعيش يا مختار. اهلا وسهلا، تفضلوا تفضلوا ارتاحوا. شافك يا خالتي عم تعتني بهالفرد كتير، يا ترى ليش؟ قابلت المندوب؟ قابلته وحكيت له عن كل الأوضاع اللي حكاني عليها أبو جودات. قصدك أوضاع حارتكم؟ إي نعم، وعدني لإلى حل. كان لازم تفوت على الحارة وتشوف شو صاير فيها. الفرنساوي مانع عنه الأكل وقاطع عنه الكوران، ما بقى إلا يسد على أنفاسهم الهوى. أنا رايح فوت على الحارة، وإذا حابب ترافقني أنا ما عندي مانع. مأمون بيك، عدم المؤاخذة من غير منقودية، شلون بدك تفوت على الحارة؟ جناب المفوض عطاني إذن دائم بالدخول والخروج على كيفي، وإنه رافقني مين ما بدي، فإذا حابب يا مختار ترافقني أنا ما عندي مانع. إيه برافقك ليش لا. السلام عليكم. أهلين أبو فارس. وعليكم السلام. أب أنت هون يا أبو فارس ونحن ما عندنا خبر؟ خير يا أبو جودة، ليش في شيء؟ جماعة البلدية يا أبو فارس عم بيقولوا انك متغيب عن شغلك. شو متغيب عن شغلي يا ابو جودة افندي؟ ليش بقدر داوم بمحرسي والعسكر الفرنساوي مسكر الحارة؟ البلدية ما دخل بالشي اللي عم بيصير يا ابو فارس. انت كان لازم تسلم حالك للبلدية، وهي بتحطك بالحارة اللي بتلاقيها مناسبة لبين ما تهدى الاوضاع بحارة الطبع، فهمان يا ابو فارس؟ ما تعرفنا على الاخ. ابو فارس بيكون حارس حارة الضبع، سيد مأمون بيكون ابن اخوه للزعيم ابو صالح الله يرحمه يا ابو فارس. مأمون ابن اخو الزعيم ابو صالح الله يرحمه؟ اي نعم يا ابو حاتم، واللي فهمته انه كان ببلاد برا وجاي مزنجل. شو القصة ابو حاتم؟ انت بتعرفه لهالزلمة؟ بعرفه شلون ما بعرفه، بس لما ابوه سافر برات البلد هو وعياله كنا صغار. لكن ليش استغربت لما خبرك ابو فارس؟ استغربت لأنه مأمون هذا اللي عم تحكوا عنه صار له كل هالسنين غايب برات البلد، ولا جاب سيرته ولا حنلها، حتى عمه الزعيم الله يرحمه ما كان يجيب سيرته وقاطع الأمل منه. معناته عمي هذا الرجال أكيد مشتاق لحارته وحنلها كتير، ما في كلام. وقال ليش ليرجع الحارة بعد هالعمر؟ السلام عليكم.
السلام عليكم جميعا. ابو الفوارس هون، يقبرني ربك انا. شو في اخبار جديده؟ الجديد يا ابو العز انه هذا مأمون بيك ابن اخوه للزعيم الله يرحمه اللي كان عايش ببلاد برا رجع على الحاره. مأمون بيك؟ جماعه حاره الضبع خبرونا انه رح يحفر من عنده، ورحنا رح نحفر من بيت ابو الخير. بيك حالي نلتقي بنص النفق ان شاء الله. عظيم عظيم. وامتى النفق بيكون جاهز؟ تركت ابو الحكم عم يشتغل وجيت خبرك وهلا راجع. اخ اخ، عال عال، فرحتني كثير. الله يقويك. الله يخلي لنا اياك يا ابو اختار. تصبح على خير. سلام عليكم. امان الله. اهلين. مساء الخير عقيد. مساء الخير مختار. خير. شو خبرت ابو حاتم؟ خبرته مختار وقال مظبوط بانه هذا مأمون بيك بيكون ابن اخوه للمرحوم الزعيم ابو صالح، وما شافه من قد كان صغير. بدي اياك تشتغل معي، واذا الله هيك فتح. يسلموا هاليدين. الله يسلمك يا ميك. بدي اياك مثل خيالي، وين ما بمشي بتمشي معي، ولما بعطيك امر لتنفذه ما بتسالني لا شلون ولا وين ولا كيف. اها، وكل شيء مأمون بيك ماله تمام؟ لا له تمام. شلون ماله تمام؟ مسيك هدول ضبهم بجيبتك. كل هدول مأمون بيك؟ قلال. لا شو قلال؟ بقى شو قلت؟ موافق ولا مو موافق؟ موافق وبس، هات لأبصم لك بالعشرة. لا ما بدي تبصم لي لا بالعشرة ولا بالعشرين. لما بعطيك أمر بتنفذه بدون ما تحكي ولا حرف، والمصاري اللي بدك اياها موجودة. أنا محسوبك مأمون بيك، بس إلي عندك شرط. شروطها كيفك؟ يوم اللي بدك تخوني فيه بتقعد بينك وبين حالك بتكتب النعوة تبعك، وبتنزل تاني يوم الصبح بتلزق وحدي على باب الجامع، والباقي بتوزعه بالحارة، لأني أنا شخصياً مالي فاضي وزع نعوات حدا. شرطك على راسي مأمون بيك. ماشي، شراب شاي. يا رب. هات عمي هات. ازيك عمي؟ بسم الله. ازيك عمي؟ قول والله ايه. همي همي شباب. ازيك عمي بشير؟ عصام، انت متأكد انه هاي الجال عم يحفر فيه ابو النار وابو الحكم؟ متأكد، واذا فرقت رح تفرق شيء بسيط بس. قول والله قول والله. يا الله. ازيك عم ماجد؟ خليه يا عصام. ايه خالي امرني. قلت لك منخلص عم تطلع الضو؟ ان شاء الله منخلص، على هالهمه منخلص، بس ادعينا انت. الله يقويكم جال حبيب المصطفى يا رب. خالتي ام جوزيف. شو انت لسانا؟ وين رايحة بهالليل؟ ما عليك مني، انت فوت نام وارتاح. بس انا خايف عليكي. لا لا تخاف علي، تغطى منيح بالليل لانه عم يصير برد، ولا تفتح الاحلام. سمعان ستر وراي. احنا جاهزين سيدي. فادي تنفذ المهمة بسرعة وترجعوا. فادي امرك. ابو ناصر شو في؟ العسكر عم يهدوا بيت المساكين. العمى الله لا يوفقني على العملة. دورت على ابو قاسم ما لقيته، رايح خبر الشيخ عبد العليم. انا بعرف وينه وانا راح خبره. ماشي. ماشي يلا عم يلا. ايه بسم الله. هات يا اخي هات هود. يلا همي شباب همي. خود عمي خود. طمني عصام شو الاخبار؟ ما بقيان الا شوي عمي بشير. حلو. لا الشباب همتهم كبيرة الله يعطيهم العافية. قاسم ابو بشير الحقوا يا رجال الحقوا. شو في ابو ممدوح؟ العسكري ابو قاسم فاتوا على الحاره وعم يهدوا بيت ام زكي. شو هالحكي؟ مثل ما قلت لك. بلغتوا الشيخ عبد العلي؟ بلغناها. عصام انتوا كملوا حفر هون وانا ابو بشير بنروح نشوف شو القصه. بشير روح تروح. هدوا شوي شباب هدوا شوي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. احنا هدينا هذا البيت
لأن صاحبته عم تتعامل مع عصابة المخربين، وانتو أهالي حارة الضبع كلياتكم. بدي اياكم تعرفوا شغلة، اللي بده يتعامل مع هاي العصابة بدي هدله بيته فوق راسه وراس ولاده. عناصر انسحب، ولك الله كبير أكبر من كل اللي عم تعملوه، وراح يجي يوم ندفعكم فيه الثمن غالي. وقد خاب من حمل ظلمة. يا ابني يا محمد، شكيتهم إلى الله، لك الله لا يوفقهم على العملة يا حق إلهي. طولي بالك يا أمزيكي، طولي بالك، البيت لساته على حاله، الحيطان ما صار لشي، بس سقوفة صارت بالأرض. لك شو بدي بسقوفة؟ يخرب بيتك، انخرب بيتي، لك انخرب بيتي. لك لا تزعل يا أمزيكي، لا يصير لك شي، عمل لك الحيطان سليمة، بس هبطوا السقوفة. أروح يبليك بقتلك إلهي. لك شوفي شو صار. لا سيدي مولاي، تنهد صوفة علوهم مثل ما هدوا لي بيتي اللي متقاوية فيه. لك شو صاير؟ فهميني، ليش عم بتولوا لي فيقتي الحارة؟ هدوا لي بيتي العسكر الفرنساوي، البيت اللي متقاوية فيه أنا. ولي على قارتي عليكي، ليش هدوه؟ هدوه بصاير متضايقين مني لأنه لميت عليهم أهل الحارة وقت انكبشوني. يبقى تلحم عليك يا أمزكي، طولي بالك، معلش تقبريني صحتك بالدنيا بالمال ولا بالعيال. لك شلون صحتي بالدنيا والبيت اللي متقاوية فيه؟ هدوا لي اياه. خلص طولي بالك، طولي بالك أمزكي، وحياة من خلق الخلق وبسط الرزق غير صلح لك اياه على حسابي نكاية فيهم، ورجعه أحسن مما كان. تقبريني من حقها، من حقها الله يخليكي. ولو يا أمزكي ولو، أنا بقبل إنك تبقي بالبيت وما يكون فوق راسك سقف. واسكت. شو ابو الحكام؟ بين معك شيء؟ ايه بين طاقة صغيرة على حارة الضبع. بري عليك يا ابو الحكام، بري عليك. هلا بين معدنك، حليم الله انك اصيل وبالحلال. الله يعطيك الف عافية. عصام، شو صار معكم خالي؟ عرضية خالي، بإذن الله حرجع للبيت لأمزكي مثل ما كان وأحسن. أنتوا شو صار معكم؟ التقينا مع أبو الحكم وأبو النار بالطرف الثاني، مو بقى يعني إلا شوي وبيكمل السرداب. ولك بري عليكم، بري عليكم، بيضوا الشباب الليلة. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. شو لسه ما نمت؟ من وين جبت البارودة؟ هذا مو شغلك. قتلتي دركي ما هيك؟ قلت لك هذا مو شغلك، شو انت ما بتفهم؟ يلا روح نام مرتاح مشان نطيب وترجع لعند اهلك. بس يا خالتي انا خايف عليك. خايف علي انهم يقتلوني بيوم من الايام؟ لك سيدي يقتلوني. اصلا انا عمري خلص من زمان، من يوم يلي فقدت ولادي، واحد راح وما رجع والتاني مات بالغربة. قالوا أمر ابكي عليه، على شو بدي خاف؟ قلي ما عندي شي بالدنيا خاف عليه. طيب ليش قتلت الدركي؟ قتلته؟ لأنه روح أبو يوسف بده دم لحتى تهدى وترتاح بالقبر. والعضرة، لك والعضرة إذا بجيب له راس 100 عسكري ما بهدى ولا برتاح. لك ما بهدى، ما بهدى، ما بهدى. لا أنا مالي موافق. روقوا يا شباب وصلوا على النبي. اللهم صل على سيدنا. أبو حسن خايف عليكم وما بده ياكن تروحوا على المصيدة بجريكم. ونحن ما رح نتركه لأبو عبده جوات القلعة إذا منقدر نهربه. أي طبعا ما اختلفنا، وانت قلتا إذا منقدر نهربه منفوت على القلعة وما نطلع. شو أبو حسن؟ يا أخي هدول شباب متهورين ومو حاسبين مزبوط، مفتكرين بس ندخلوا بوابة القلعة رح يشوفوا أبو عبدو ناطرون على الباب. معك حق، بس الشباب متحمسين وبدهم يطلعوا أبو عبدو من الحبس. يا أبو حاتم صعبة، صعبة كتير. لنفترض مثلا أنه أبو عبدو موجود بالأبراج، شلون بدهم يوصلوا له؟ وإذا أنا وافقتهم على اللي براسهم بكون جنيت وما في عقل بنوب. معناته من بعد إذنك عمي، نحن مجانين وبدنا نساوي اللي براسنا، ونحن بنتحمل كل المسؤوليه. وبجوز تلطقته كمان. ايه بس نحن رواحنا مو اغلى من روحه لابو عبدو. اللي بده يكون معي بده يمشي برايي. معناته انا مالي معك عمي. معتز الحكي ما بيصير يا ابني،
أبو حسن خايف عليكم ومعتبركم أماني برقبته. أنا بدي أقول له لعمي أبو حسن كلمتين. بدي أقول له أنه شباب الغوطة قلبهم حاضر وما بيهابوا الموت، وهو أكتر واحد بيعرف أنه رواحنا كتير رخيصة قدام الغالي. بري عليك أبو الحز، بري عليك، نحن معك وحياة عيونك. من بعد أمرك عمي، نحن واجب علينا أن طالعوا لأبو عبده من الحبس ولو كان بسابع أرض. ما في كلام أبو العز، أنا سبق وقلت لك أني معك على الموت. البني آدم منا عايش حياة واحدة وبس، خلينا نعيشها بكرامة، واللي بتفصله نحن منلبسه. إذا أنتوا هيك شايفين أنا معكم، بصراحة كنت عم بختبر قوة قلبكم. حديد وحياة عينك عمي أبو حسن. معناته هلأ بيش نبلش؟ هي تركوه علي. أبو شركة، لازم نعطي فتحة السرداب على المزبوطة، ما بدنا حدا يدرى بأمره بنوب. معك حق عقيل، معك حق، هذا المخرج الوحيد اللي لنا، بس شلون نسكر الفتحة؟ هي تركوه علي عمي أبو شير. وينك خالي؟ لندير بالنا منيح، ما بدنا حدا يحس فينا بالمرة. خالي ولا يهمه، نحنا كمان رح نسكر الفتحة من بيت أبو الخير، ما هيك عقيل؟ إيه. وشلون بكن تخطوه عقيل؟ رح نغطيها وحصيرة ولا منيح. الله يعطيك العافية أبو النار، معروفك هاد مع أهل حارة الضبع، ما حدا رح ينسالك يا بالمرة. ولو يا شيخ عبد العليم، هدول أهلي. المهم هلا اكتبوا لنا الأغراض اللي بدكم إياها بالورق والقلم، وعلى حالك بنجيب لكم إياها. قل له يكون عندي اليوم المساء، وقل له أبو حسن محضر لك خارجية مرتبة منيحة كتير. بأمرك عمي. قول الله. طمنوا شباب، كل شيء رح يصير مثل ما بدكم وعلى كيفكم. من هو الزلمة اللي طلبته عمي أبو حسن؟ هذا زلمة له 20 سنة بالقلعة وبيعرف تخاريم ما قرني قرني، واليوم المساء رح يكون عنا. شو بيشتغل أبو حسن؟ طباخ المساجين. هاي الأغراض اللي معتازين على حارة الضبع، كلها مسجلة هون بالورقة. الله يعطيك العافية، كفيت ووفيت. روح على بيتك ريح بدنك، صلك 24 ساعة عم تشتغل انت وابو الحكم. اي والله يا مختار، حاسس حالي رح اوقع من طولي. يا دوب خطفت حالي ورحت على البيت، غيرت اواعي وجيت لعندك. ابو فارس، شو بدكم مختار؟ انا بنزل على السوق بأملكن اياها. هي الورقة وفيها كل الاغراض. خود، وهي مصاري. امتى بيتأمنوا الاغراض مختار؟ ان شاء الله مع اذان الظهر بيكونوا ببيت ابو الخير بحارة المسكي. انا راح انزل وانت بتناولني. قول يا رب الحكم، يلا مشي. شباب يلا يلا. سلام عليكم. وعليكم السلام. شو جبت الطنبور؟ الطنبور جاهز ابو قاسم. ابو مرزوق، فتح لي مخك منيح، هدول الاغراض بتحط شوي عندك بالدكان، والحكيم رح يفتح لك قهوه ابو حاتم بتحط فيها شويه اغراض كمان. امرك عمك ابو باب الحاره منيح، ابو بدر هنيك، اي شيء رح يصير رح يبلغنا فيه على الفور. يلا شباب يلا. شو بدنا نسوي؟ شلون بسكرها هي الحفرة؟ لك انت ريح لي راسك يا خالي، لا تاكل هم. قلت لك صار قبل حتى مري 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 عليك. قوام قوام، الله يقويك. ايه ايه، حديدك يا ابو الحكم. شكرا. يبعت لهم مية نار تسلق بدنهم سلق. معقول معقول يهدوا لك بيتك؟ شايفه يا سعاد خانم، هي اخرتها انا ينهد بيتي وصفة عم بتنطوط ببيوت الحاره من بيت فلانه لبيت علتانه؟ شو هالحكي يا امزكي، بيوتنا كلها بيوتك ولا يهمك. انا بعطيكي مصاري، صلحي بيتك ورجعي احسن من مكان. الله يخلي لي اياكي، ما بتقصري تقبريني، بس فريال وعدتني انه تصلح لي بيتي، والشيخ عبد العليم قال انه رجال الحاره بدهم يرجعوا لي بيتي مثل اول واحسن. الله يجزيهم الخير، بس منلف ريال هالكرم الحاتمي، وكيف دبت النخوه براسها فجاه؟ ما بعرف، بس هي ورثاني من عمها المرحوم ابو صالح مصاري كتير، وشو ما عطيت من هالجبال ما بينقص.
يا أهلين وسهلين خالتي أم زكي. لك بهالقامة وبهالعين تقبشيني. تفضلي. شو هاد قهوة؟ قهوتك يا مو. اي والله عصام وصلنا عليهم من برات الحارة وجابوا لنا اياهم. الله الله يا عيني، من امتى ما شربنا فنجان قهوة على رواق؟ الله يسلم ايدين. وايديك يا خالتي أم زكي. الله الله على هالبنات، شي ناهي. سعاد خانم بدي اسألك، سمعت انه رجال الحارة الله يطولنا بعمارهم فوتوا خير كتير على الحارة، دخلك ما عرفتي شلون فوتوهم؟ وهذول كمان ما تعمي؟ كثر خير يا خالتي. بدك شي تاني مني؟ لا سلامتك. شو وين حميدة؟ ليش ما جبتها معك؟ تركتها عم تعزل البيت. لكن يا يرضى عليك، بس هذي اللي بتجيبها لعنا، إلنا كم يوم ما شفناها وهي ساكنة معنا هون بنفس الحارة. تكرم عيونك، هلا بخلص شغل وبعث لك اياها. يلا بخاطرك. الله معك، مع السلامة. يا مو شو تقبريني؟ مين كان هالباب؟ هذا حمزة جوز أختك يا مو. خبرك شي عن ابن عمي؟ لا والله ما قال شي. يا ابو هلال. مور مأمون بيك، انت من اليوم ورايح اللي بيحكي معك حكي وبس، لازم يحسب لك الف حساب. وانت قلت يا بيك، محسوبك من ايدك هي لايدك هي. يا كريم لوين رايحين مأمون بيك؟ رايحين على حارتي، حارة الضبع. ويلي بده يتحدى هي الحارة من هدى، في مين بيحمي الدار بالحق يصون حدى.